بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. بعد فوز المنتخب المغربي على منتخب غينيا الجوله اللي فاتت 4-1، كنت بتكلم ان السيد وحيد خليلزيتش لازم يدور على قوام المنتخب المغربي، وبصراحه النهارده الراجل فاجئني والراجل صدمني بصراحه. يعني انا كنت جاي متوقع ان الراجل هيعمل تغييرات جذريه في التشكيل، بس بصراحه الثبات اللي لقيت عليه المنتخب المغربي في التشكيل واللعب في عناصر محدوده محتاج ان انا ادي الشابو للسيد وحيد خليلزيتش. بصراحة الراجل صدمني. اي نعم انا كنت بقول له موضوع الياس شاغر وان هو ممكن يكون بديل كويس جدا لحكيم زياش وان هو يعتمد عليه، لان واضح ان هو موهبة وواضح ان هو عنده امكانيات عالية، والراجل بسم الله ما شاء الله يعني اعطاله 5 دقايق النهاردة بس عادي. بس بصراحة موضوع ريان ماي برضه محتاج نديله الشابوه. كنا بننتقد الراجل بنقول بيروح يجيب لعيبه من دوريات غريبه، بس لما اللعيبه دي تتالق لازم نديله الشابوه برضه تاني ونقول له عاش يا عم وحيد، عاش جدا والله، عاش لدرجه ان انت بتبدا النهارده ماتش قدام منتخب السودان ريان ماي اللي هو مفترض ان انت لعيب مراهن عليه وملعبه اساسي ومقعد له ايوب الكعبي بيجيب لك هدف في الدقيقه 3. وبصراحة عجبني حتة انك ما بتلعبش في الدفاع كتير، دي هو نايف عجراد ورومان سايس والناحية اليمين موجود اشرف حكيمي، بتلعب بس في الباك الشمال. انت بتلعب بس في الباك الشمال. النهاردة ادم ماسينا رجعته تاني اساسي، ما عنديش اي مشكلة خالص، دي الماتشات اللي متاح ليك انك تلعب في التشكيل براحتك، بس انت بسم الله ما شاء الله قررت ان انت يكون عندك قوم اساسي المنتخب المغربي. والله مش عارف اعمل لك فرح ولا اعمل لك دعايه ولا اعمل لك ايه بالظبط، بس بصراحه عجبتني، عجبتني جدا، رغم ان الاداء ما كانش واو، بس عادي بنقول ان هو بيحاول يبني فريق وبنى فريق في المنتخب المغربي. كنا بنتكلم ان الموضوع صعب لان العناصر اللي عندها موهبه عاليه جدا كتير والعناصر المحترفه بره كتير، فانك تحاول تعمل منتخب من مجموعة لعيبة لا يتعدوا 25 لاعب الموضوع بيكون صعب جدا، وبما انك قربت انك توصل للقوام الاساسي المنتخب المغربي اللي هو اغمض كده الاقي نفسي بقول ياسين بونو حارس مرمى، اغمض اقول اشرف حكيمي موجود ناحية اليمين، بعد كده الدفاع بتاعي عندي نايف وعندي رومان سايس، وقدام هلاقي بركوك وهلاقي سفيان مرابط، وبعد كده هلاقي عمران لوزة موجود. هنلعب 3-5-2، هنلعب 4-3-3، هنلعب 4-4-2، عندنا قوام اساسي المنتخب المغربي، ودي الحاجه اللي بسطانا انا، رغم ان برضه هقول لك الاداء ما كانش واو. تبص برضه قدام هتلاقي ان هو النهارده كان سفيان بوفال عادي يا معلم، غير تغييرتين في التشكيل براحتك جدا. ريان مي كان بيلعب فيرويد، الناحيه الثانيه كان بيلعب بمنير الحدادي. منير الحدادي في ماتشات بيديها لك تحس ان الولد بسم الله ما شاء الله موهبه عاليه جدا ومحتاج ان هو ياخد فرصته كمان مع المنتخب المغربي، وفي اوقات بتحس ان هو احنا جبناه ليه؟ ما كنت خليه يعني، بس هي في اوقات فعلا بيديك ماتشات كويسه اوقات تانية ما بيديكش اي حاجه خالص. النهارده الماتش كان فيه نسبه ملل عاليه جدا خصوصا بعد الهدف الاول، لان كلنا قلنا خلاص واضح ان الموضوع هيقفل على الهدف بتاع ريان ماي عشان خاطر الشوط الثاني يبدا، ونلاقي برضه في ملل زي اللي كان موجود الشوط الاول، والمنتخب السوداني بيحاول بقدر الامكان ان هو يجاري المنتخب المغربي، بس طبعا في فرق امكانيات عالي جدا. فالمنتخب السوداني بقدر ما هم كانوا بيحاولوا وبقدر ما هم قافلين الملعب ب 5-3-2، بس ما كانوش بيشكلوا خطوره على مرمى ياسين بونو. عشان يجي ريان ماي ويثبت برضه ان السيد وحيد خليلزيتش كان عنده حق ان هو يستدعيه ويراهن عليه ويسجل الهدف الثاني. نسكت بقى على كده عم وحيد ما اتغير بقى، يعني اللي هي الشغل بره ومحتاجين ان احنا ننزل اشرب بشجاري كده، اي تغييرات عم وحيد اي حاجه. طيب فعلا عم وحيد بيسمع الناس وبيقرر ان هو ينزل ايوب الكعبي مكان ريان ماي. عم وحيد دلوقتي شغال زي الفل، ترغيب لحد داخل الماتش، لا نديله الشباب بقى وهو خارج. بص انت تعمل اللي انت عايزه، انت اعمل كل اللي انت عايزه النهارده والماتش بتاع غينيا، علشان خاطر انا مستنيك الماتشين الحاسمين ان شاء الله توصل بمنتخب المغرب لكاس العالم واطلع اديك الشابوه من هنا للصبح يا معلم. بس بعد كده بيقرر ان هو في الدقيقه 82 بقى يديك شويه تغييرات اللي هو يلا بن شرقي، يلا يا سفيان، يلا هيبص واطلع ايمن بركوك ونزل مكانه سفيان اللي هو رقم 19 عشان اسمه بصراحه تقيل عليا مش عارف انطقه. بعد كده في الدقيقه 85 بيقرر ان هو ينزل الياس شاغر مكان سفيان بوفال، وبعد كده بنسكت بقى على كده، لا يا معلم بنلاقي ان عمران لوزة بيسجل هدف جميل جدا من اسيست لاشرف حكيمي بياخدها وان تاتش علشان خاطر نخلص من موضوع ان منتخب المغرب بيكسب من المنتخب السوداني 2-0 بس ده، ونعدي موضوع ال 2-0 ونوصل لمرحله 3-0 اللي هو الاول كنا بنشتكي ان منتخب المغرب بيجيب جون بس وخلص الماتشات 1-0، الحمد لله عدينا مرحله 2-0 ودلوقتي بقى 3-0 وقبلها كان 4. انا هفضل اديك الشابوه لحد ما اقفل الفيديو والله يا عم وحيد، بس اتمنى انك تستمر، اتمنى انك تستمر، لان انا كمشجع مصري عانيت جدا مع منتخب مصر النهارده قدام انجولا بسبب حوار عدم الاستمرار ده، فاتمنى انك تستمر، واتمنى ان ريان ماي يكمل في
الشابو اللي هو بيديهولك ان انت حطيت افكارك عليه والولد بيأدي لك اللي انت عايزه. اتمنى المنتخب المغربي يكمل زي ما هو ولاقيهم موجودين معانا في قطر 2022 لحد ما ربنا يدينا عمر ونوصل لقطر 2022. بعد كده لو عايز توصل معانا وتعمل لايك وسبسكرايب براحتك، مش عايز برضه براحتك.